إبراهيم سعداء اليوم بتنصيب ثمانية عمداء ومديري المؤسسات التابعة لجامعة أبو زهر حفل ترأسه السيد الوالي، وكان أيضا شخصيات مهمة حاضرة معنا. هذه العمداء ومديرون هما كالتالي: أن بالنسبة لجهة جوج مساء، أن مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، وأيضا مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبتارودانت عميد كلية متعددة التخصصات بتارودانت. بجهة قلمي ودنون أن عميد كلية الاقتصاد والتدبير، وأيضا مدير المدرسة العليا التكنولوجية بقلميم. أن بجهة العيون الصغيرة الحمراء أن عميد كلية متعددة التخصصات بالسمارة. وبجهة الدخلة والذهب أن مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. تبارك الله، مجموعة كبيرة تم تعيينها مؤخرا. نتمنى لهم التوفيق في مجالهم لتطوير هذه المؤسسات والمساهمة في تطوير الجامعة وتطوير البلد. أيضا بغي نوجه الشكر لثلاثة ديال العمداء ومديرين السابقين اللي انتهت الولاية ديالهم. عندي عميد كلية تارودانت بتارودانت، وعميد كلية الآداب بأكادير، ومدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير. كنتمنى لهم حياة عملية وحياة سعيدة إن شاء الله لما فيه الخير، وكنتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، وشكرا.